أعزائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جدكم حول دروس في تربية النحل. دابا راه قريب إن شاء الله موسم قطع العسل أو جني العسل، أو كي كيقولوا دول الشرق الأوسط قطفي العسل، أو دول الخليج يقولوا قصي العسل. كل دول اش كيقولوا. اليوم نعطيكم دروس حول خليات الجني. ولا كانت عندك خليه شرسه مثلا، كانت عندك هذه الخليه هذه شرسه، ما غاتجيش هي الاولى غتطبقها، لا، ديما الخليه الشرسه خليها هي التاليه، خليها هي التاليه، ما تطبقش هذه. الا سبقت مثلا هذه شرسه وسبقتها، النحل كله غيولي شرس. دابا راه المنحل عندي انا عارفهم اللي شرسه من هذوك اللي كيكونوا ساهلين. ديما الشرسات خليهم الا بغيت تجني، كانوا في المثال بغيت تجني هاد المجموعه هاي كتجي كديرها كضرب هادي عاوتها. علاش النحل كيمشي كياكل العسل كيتقال كيقدرش يطير كيتقال، وانت كتخدم بهدوء. وجيني العسل بالنهار والحراره تكون الحراره كتجاوز 35 درجه، ما تعصرش، دي الاطارات وسير بحالك، وعصر بالليل ما يوقع عندك لا سرقه لا والو. انا شوف لاحظوا معايا، فهمت؟ هذا الصندوق مع هذا الصندوق ما كملاش بيناتهم 5 سنتيم او 8 سنتيم ديال الخاوي. كنحل على هذا ونحل على هذا، ما عمر وقع عندي انا سرقه. كانت عندي انا تقريبا 60 خليه تقليديه وكنقطع، ما عمر وقع شي عمليه سرقه ولا لا. تكشف سلالات النحل، كاين بعض السلالات كتهاجم الاخرى، هذا راه تقريبا شبه سلاله واحده بديت كنقص منه وبدا كيكبر. لاحظ هذا مع هذا، ها مكاينش، الحمد لله ما كاين لا سرقه لا والو. دابا النحل اليوم راه 27 درجة، النحل ما شاء الله كاين حبوب اللقاح، كاين مرعى. هذا الجو هو اللي كيبغي النحل. دابا كيرعى على آخر شوك عندي في المنطقة كيرعى عليه، إن شاء الله يكون موسم جيد إن شاء الله بحول الله. كله كيدخل حبوب اللقاح، كله كيدخل حبوب اللقاح. هاد الأيامات مر بظروف صعبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة. اليوم راه مكتعداش 27 درجة، جو ربيعي. ديما الخلية الشرسة أخرها في قطع العسل وما يهاجمكش النحل، لأن كل كيعرف المنحل ديالو. دابا كان يجي شي واحد آخر هنا راه غيهاجمو هاد النحل، هذا غيهاجمو.